المرحلة الأولى نتأمل يسوع محكوما عليه بالموت. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. شكرا يا أبتاه، لقد بدأت ساعتي تقترب وتقترن بساعة الخلاص، فلا عجب أن يخونني يوداس ولا أن ينكرني بطرس، ولا غرابة أن أترك من تلاميذي وأعتقل كاللص. وقد حدث ذلك كله لتتم كتب الأنبياء، لذا مثلت أولا أمام المجلس للمحاكمة اليهودية، ثم خضعت للمحاكمة الرومانية بحضرة بيلاطس، وكان التجني علي بالحكم الجائر وإطلاق سراح اللص برأبة. يا أبتاه، اسمح لي بأن أقدم لك هذين الحكمين الصادرين بحقي فدية عن كل الأبرياء القابعين في ظلمات السجون ودياجير المنفى، وإذا فقد هؤلاء حقهم من حكام الأرض كافئهم أنت بعدلك وحنانك وأسكنهم في ملكوتك السماوي. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. نفسها تلك الحزينة في توجعها كمينة، صابها سيف مريب، آيتها الأم القديسة اشعل جراحات وحيد في قلبي. المرحلة الثانية نتأمل يسوع يحمل صليبه. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يا أبتاه، غريب حكم بيلاطس وعجيب انقلاب الناس علي، إني أرأف بالأوطان التي تحكمها المصالح وأتحنن على البشر الرازحين تحت الاحتلال والظلم. كم أنا راض بحمل الصليب بعدما تحملت كل أنواع الهزأ والسخرية، وكم أنا فخور بأن أحقق حلم الأنبياء وأخفف من آلام الناس. ليتهم يطبعون كلماتي في أفكارهم ويتبعون خطواتي على طريق جلجلاتهم، فيفهمون أن الألم هو جزء من الحياة والرجاء هو كل الحياة. فيا أبتي، إني أتعهد بحمل الصليب حتى النهاية، مشركا معي كل الناس الذين يعانون المتاعب والمصاعب. أعضدهم بقوتك واغمرهم برحمتك، فتتحول معاناتهم إلى معاينة رؤياك السعيدة في مجد الخلود والسعادة. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. Yeah.
المرحلة الثالثة، الوقوع الأول ليسوع تحت الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. كم هو خفيف حمل هذا الصليب أمام حكم اليهود وأمام تخلي التلاميذ عني، وكم حمله مريح أمام الحكام الذين يسخرون ضمائرهم ويستغلون شعوبهم لمآربهم الخاصة. يا ليتهم يستثمرون ثقل صليبي ويدركون ما يعملون. فيا أبتاه، إني أقدم لك هذه السقطة الأولى على نية أولئك الذين بدأوا يسقطون تحت وهم البدع الشيطانية والتوجهات المنحرفة. عساهم ينهضون من سقطاتهم ويرجعون إليك نافضين عنهم غبار الخطيئة وقائلين لك: لقد خطئنا أمام الناس وأمامك، فارحمنا. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين. برحمة الله والسلام. آمين. أبدت الموتى مرا قد أهال القلب جهرا من جرى الابن الحبيب. أيتها الأم القديسة اشعل جراحات وحيدي في قلبي منطبعا. المرحلة الرابعة، لنتأمل يسوع يلتقي بأمه مريم. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. شكرا لك يا أمي عما قمت به لأجلي. ذقت الوجع بولادتي وعرفت الألم بتهجيري إلى مصر، وعانيت الحسرة بفقدانك لي 3 أيام، وها إنك اليوم تشاهدين خطيئة البشر وتشهدين لحبي من أجلهم. فيا أمي انظري إلى أبي السماوي الذي نظر إليك بتواضع وأحل عليك روحه القدوس كي يفيض نعمته على كل الذين تناسوا وساطتك وتنكروا لأمومتك واجتهدوا في تغييب دورك الخلاصي. ولمناسبة لقائنا على طريق الجلجلة، فلنطلب أنت وأنا من أبينا وإلهنا أن ينير بصائر إخوتنا البشر ليعودوا عن ضلالهم ويستعيدوا جوهر إيمانهم فيدركوا قيمة حياتهم ويعرفوا بمن آمنوا. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين. برحمة الله والسلام. آمين. المرحلة الخامسة، لنتأمل القيرواني يعاون يسوع في حمل صليبه.
نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. شكرا لك يا سمعان القيرواني لأنك خففت عني ثقل صليبي بمساعدتك لي. ربي، ما الذي حصل؟ أين الذين أطعمتهم من خيرات الأرض؟ وأين الذين شفيتهم من أسقامهم؟ كلهم هربوا وتهربوا من مرافقتي واتباعي على طريق الألم. رافقتهم في مسيرة حياتهم وترأفت على كل أثقالهم وتجاوبت مع كل نداءاتهم، والآن أناديهم وأنا حامل صليبي وما من مجيب. وحده القيرواني سخر ليساعدني. فيا أبتي، أطلب منك أن تأتي لنجدة كل الذين يسخرون عنوة في حمل أثقال لا يقدرون عليها، وأعطي مسخريهم نعمة الاهتداء ليسيروا في المسار الصحيح الآيل إلى حبك وتمجيدك. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. أي قلب ليس يبكي إذ يرى العذراء تحكي حزن أحشاها المذيب؟ آيتها الأم القديسة اجعل جراحك وحيدا في قلبي طبيعا. المرحلة السادسة، لنتأمل يسوع لما مسحت وجهه القديسة فيرونيكا. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. إنه لأمر عجيب حقا، بعد القيروان الذي حمل صليبه خلفي تقف أمامي امرأة وتمسح وجهي. شكرا لك يا فيرونيكا على ما قمت به نحوي. يا أبتاه، أظهر نعمتك على أبنائك وإخوة البشر كي يقوموا بمبادرات شخصية ويلتفتوا إلى هموم الناس واهتماماتهم، فلا يقفوا عاجزين ولا يتأملوا متفرجين ولا ينظروا لا مبالين. أرمق بنظراتك كل الذين تسيل دموعهم ولا من يمسحها، وتطلع إلى الذين ينوؤون تحت أعباء الحياة ولا من يساندهم. اجعل صورتك مطبوعة في وجوههم وكلماتك مدوية في قلوبهم، فيعرفوك أنت وحدك الذي تستحق محبة كل القلوب. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. معاصي الشعب طلقا بالعذاب يسوع ملقا محتملا جلدا مذيب. آيتها الأم القديسة اجعل جراحك وحيدا في قلبي منطبيعا. المرحلة السابعة،
لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب مرة ثانية. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. كم حاول إبليس أن يوقعني في شباكه ولم يفلح، وكم جربني اليهود بتفاهات أسئلتهم ولم يستطيعوا، وكم حاول بيلاطس استدراجي ولم أسقط. وحده عبء الصليب أنهك قواي وأسقطني ثانية. ما أعذب انهيار قوى الجسد أمام سقوط قوى الروح، وما أسهل تحمل عذابات الجسد أمام متاعب النفس والضمير. فيا أبتي، تقبل سقوطي الثاني تحت الصليب، واجعله نهوضا للنفوس الضعيفة، وقيامة للعائلات المفككة، وتحريرا للبلدان المستضعفة، وتنويرا للقلوب المستعبدة والمستبعدة. واجعلهم يستغيثون بك، لأنك أنت وحدك نورهم وخلاصهم وصخرتهم. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. ابنك مجروح مؤلم، وهو من أجلي تألم. أعطيني منه نصيب. أيتها الأم القديسة، اجعلي جراحة وحيدي في قلبي منطبيا. المرحلة الثامنة، لنتأمل يسوع يعزي بنات أورشليم. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. كم أراني محرجا أمام بنات أورشليم وهن يبكين علي، إذ كان على تلاميذي وأتباعي أن يكونوا إلى جانبي. فيا أخواتي بنات أورشليم، إن كنا تنحن علي كما يناح على الوحيد، وتبكين علي بكاء مرا كما يبكى على البكر، لا تبكين علي بل على أنفسكن وعلى أولادكن. ندائي موجه إلى ضمير كل إنسان كي يعي إيمانه ويبكي خطيئته المتحكمة فيه، ليتحرر من القيود التي تكبله وتمنعه من السير وراء وصايا أبي. فيا إخوتي البشر، رجالا ونساء، بقدر ما تختارون خيار التوبة والارتداد، بقدر ما تكونوا أحرارا بسلوك طريق التتويبات. فليس المهم أن تبكوا علي بدموع العواطف والمشاعر، إنما المهم أن تبقوا أبي وأنا ذخيرة حية في ذاكرتكم وقلبكم وعقلكم وكل كيانكم. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. Oh,
المرحلة التاسعة نتأمل يسوع واقعا تحت الصليب مرة ثالثة. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. شكرا لك أبتي لأنك سمحت بسقوط الثالث تحت الصليب أن أنظر إلى الجلجلة التي تنتظرني، إلى هذا الجبل أرفع عيني وتشتاق نفسي. ساعدني على النهوض من سقطة الثالثة كي أتابع مسيرتي الخلاصية، وكما بدأت حياتي بالولادة فقيرا بين البهائم سأنهيها عريانا بين لصين. هذا فخري وهذا اعتزازي، فعلى نوايا إخوة البشر أقدم هذه السقطة الثالثة طالبا لهم عدم السقوط المتكرر في الخطيئة، ومتمنيا عدم الوقوع في حيل الشرير وأساليبه. عساهم يقولون له معي: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. امنحي نارا لقلبي يشتعل بيسوع ربي صاحب الحب العجيب. أيتها الأم القديسة اجعلي جراحا منطبيعة. المرحلة العاشرة لنتأمل يسوع معرا من ثيابه ويشرب خلا ومرا. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ها قد وصلت إلى أعلى الجلجلة شاكرا القيروان على مساعدته، ومقدرا فيرونيكا على مسحها وجهي بالمنديل، ومثنيا على دموع بنات أورشليم. ويبقى علي الآن أن أتابع مشروع الفداء وأخضع لأمرين مرين: تجريدي من ثيابي التي حاكتها لي أمي مريم، وشرب الخل المر. فيا أبتي ساعد إخوة البشر على بذل ما في وسعهم كي يتعروا من خطاياهم ويلبسوا الحلل التي كتبتها يداك وخططها مشيئتك، فيسيروا بموجبها وتصبح لهم أنت وحدك الطريق والحق والحياة. يا أبتي ما سقيته من خل ومر أقدمه لعزتك الإلهية باسم إخوتي الذين يشربون خل الحياة كل يوم ومرارة الظلم. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. اجعلي المرحلة الحادية عشرة نتأمل بيدي يسوع ورجليه تسمران على الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك
لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. كم أراني سعيدا لأني مصلوب، معلق بين السماء والأرض، رجلاي مشدودتان صوف بالأرض التي ولدت عليها وحولتها إلى فسحة خلاص، وذراعاي ممدودتان لتغمرا أحباء البشر، ووجهي المغطى بالدم موجه صوب أبي السماوي، ونظرات البنوية تخرق نظرات أمي المتألمة. إخوتي البشر من على الصليب، أوصيكم بما يلي: اغفروا كما أنا غفرت، خذوا مريم إلى بيوتك كما أخذها تلميذ يوحنا، اسقوا بعضكم بعضا كؤوس الرحمة والحنان، اهتدوا بإلهامات روح القدوس، وسلموا حياتكم لأبي السماوي. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. أشركيني في صليبك حينما علق حبيبي، واجرحي قلبي الكئيب. آيتها المرحلة الثانية عشرة، نتأمل يسوع يعانق صليبه ويموت عليه. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. هنيئا لي فقد تحققت ساعتي، ساعة الخلاص والفداء، لأني ما جئت إلا لأخلص العالم. مت على أيدي البشر لأحيا بين يدي أبي الذي في السماء، فلما النوح والبكاء؟ أما كان علي أن أموت لأدخل في مجد أبي؟ لأنه إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الناس أجمعين. يا أبتي، بعد لحظات أعود إليك بعد أن أتممت إرادتك وعملت على تمجيدك، ولأني رفضت إغراءات البشر وتطلعاتهم، اضطهدوني وحكموا علي زورا وعملوا على قتلي. فها أنا أجدد عهدي لك وأقدم لك موتي، آملا أن يصبح قيامة وحياة جديدة للبشر. عندها ألتقي وإياهم معك، أنت رب الأرباب وسيد الحياة. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. أترى المولود منها مائتا مفروقا عنها، مرتفعا فوق الصليب، آيتها المرحلة الثالثة عشرة، نتأمل يسوع مائتا في حضن أمه. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ولدت بين يديها المباركتين،
ولفتني بالقماطات ووضعتني في مزود، وها أنا الآن أنزل عن الصليب مائتا في حضنها لألف بالأكفان وأوضع في القبر. شكرا لك يا أمي على كل ما قمت به لأجلي. لقد ولدتني في مذود معد للحيوانات، وقدمتني للهيكل حيث أعلمت بالسيف الذي سيخرق قلبك، وأمضيت 3 أيام تفتشين علي بين الأقارب، ورفقتني على درب الجلجلة، وعانيت ما لم تعانيه أم على الأرض. وأخيرا أشكرك يا أمي لأنك قبلت أن تكوني أم البشرية كلها، وكما كنت الوسيطة بين السماء والأرض، ابقي الوسيطة بين أبناء الأرض وأهل السماء. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. امنحي عبدا ذليلا أن يكون لك خليلا، ناجيا من اللهيب. أيتها الأم القديسة اجعلني جراحا المرحلة 14، نتأمل يسوع موضوعا في القبر. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ما قلته في الماضي وتنبأت به صار واقعا، من مزود البهائم إلى بطن الأرض، حيث سأمكث 3 أيام و3 ليال. شكرا لظلام الأرض الذي خيم ردا على ظلم البشر وتعنتهم. شكرا لحجاب المقدس الذي انشق شطرين حدادا وحزنا علي. شكرا للصخور التي تصدعت اعتراضا على موتي. شكرا لتلميذ يوسف الرامي الذي أخذ جثماني ولفه في كتان خالص ليضعني في قبر له جديد كان قد حفره في الصخر. وأخيرا شكري للنساء اللواتي رافقنني حتى القبر. اسمحوا لي يا أبناء الأرض لأن أودعكم ولأن أضعكم بين يدي أبي وأبيكم الذي في السماء. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. إذ يموت الجسم مني بلغي نفسي التمني، مجد فادنا الحبيب. آيتها المرحلة 15، لنتأمل يسوع قائما من الموت. نسجد لك أيها المسيح القائم ونباركك لأنك بقيامتك المجيدة خلصت العالم. لقد قلت لكم سأقوم في اليوم الثالث وسأرجع إليكم وترونني لأني حي ومعي ستحيون. وإذا قمت من الموت فلكي أقيمكم معي
وإذا دخلت في حياتكم البشرية بالتجسد فلكي أدخلكم في حياة الإلهية بالقيامة. اطمئنوا يا أحبائي وافرحوا، منذ الآن فصاعدا لقد أصبح لكم الحق في السماء، فستكونون حيث أكون أنا، لأن المنازل في بيت أبي كثيرة. فيا أبتي افتح عيون إخوتي البشر ليعرفوك، وأنر عقولهم ليفهموك، واكتب أسماءهم في سفر الحياة. آمين. المسيح قام، حقا قام. آمين.